انضم الينا دكتور احمد بدوي رئيس الشبكه القوميه للزلازل. مساء الخير يا دكتور. اهلا، مساء الخير يا استاذ دينا. هل كان في مركز لهذا الزلزال واحنا شعرنا بيه بمقدار كم درجه؟ في الحقيقه كان الزلزال الساعه 5:30 بتوقيت القاهره مساء، كان جنوب غرب تركيا في البحر الابيض المتوسط شرق جزيره رودس. بلغت قوته على مقياس ريختر 6.1، وقد اشار به كثير من سكان شمال القاهره زي ما حضرتك قلت في التقرير، في المطريه وعين شمس ومحط المعادي جنوبا، بالاضافه الى بعض سكان الساحل الشمالي خاصه في اسكندريه ورشيد ودمياط ومحافظه الداخليه، السواحل المطله على سواحل البحر المتوسط. بالضبط. طيب، هل من المتوقع ان يكون في توابع لهذا الزلزال، وهل هنشعر بهذه التوابع؟ بالطبع الزلزال بالنسبة لهذه القوة لابد أن يكون هناك توابع، وبالفعل حتى هذه اللحظة خلال ساعة بالضبط من التوقيت حدوث الزلزال الساعة 5:30 حتى 6:15 بتوقيت القاهرة تم تسجيل عدد 2 حزات ارتدادية قواها 3 و3.5، وطبعا طبيعي احنا ما نشعرش بهذه القوة، إنما من المتوقع حدوث عدد أكبر من كده، وقد يكون هناك إحساس بزلزال 5 أو 5.2 من هذه التوابع يعني. عندنا ان شاء الله رب العالمين بالقوه دي 5 أو 5.10. عاده احنا في مصر بنشعر بزلازل 5.5 فيما فوق، في شرق البحر المتوسط بنشتم الشعور دي بشكل واضح في شمال مصر عاده يعني. طيب، هل مركز الزلزال في محافظه انطاليا في تركيا وهي المطله على سواحل البحر المتوسط، هل ده مركز من المراكز المعتاده للزلازل، ام انه ده جديد انه يضرب هذه المنطقه زلزال بهذه القوه؟ وفي الحقيقة بعد الزلزال 84 كيلو عن أنطاليا، المنطقة المطلة على الخليج في جنوب غرب تركيا، هي من المناطق المعروفة بالنشاط الزلزالي المتكرر، حيث هي منطقة التقاء ما بين القوس الهليني في جزيرة رودس والقوس القبرصي، إلى أن هذه الهزة يعني تحيد 50 كيلو عما كان متوقع في الحزام الزلزالي المحدد قبل ذلك، وبالتالي ضحالة العمق ايضا جعل الاحساس به، ومن ثم التحذير بحدوث موجات تسونامي طوفان بحري، حيث ان البؤره ضحله الى حد ما، ونوع الزلزال هو نوع زلزال عكسي، وبالتالي كان متوقع حدوث تسونامي، وهذا ما دعا الى التحذير من موجات تسونامي. طبعا بعد مرور 40 دقيقه تم الغاء هذا الانذار يعني. متوقع حدوث تسونامي يعني متوقع حدوث، ولكن بعد مرور 40 دقيقة تم إلغاء هذا الإنذار. تم إلغاء والحمد لله. طب هل متوقع في السنوات القادمة أنه المنطقة ونتيجة لكثير من التغيرات أن هي تضربها أي موجة من موجات تسونامي اللي شهدناها خلال السنوات الماضية في شرق آسيا؟ في الحقيقة منطقة البحر المتوسط وشمال المحيط الأطلنطي بتعد هي المنطقة رقم 3 أو المنطقة الثالثة على مستوى العالم من حيث التأثر والتعرض لزلازل بحرية، ومن ثم حدوث موجات مد بحري تعقب هذه الزلازل. الدراسات المصرية تؤكد أن خلال الثلاث سنوات القادمة من المتوقع حدوث زلزال قوته 6.7 في منطقة غرب كريت أو جنوب كريت، يحدث عنه موجات مد بحري تتأثر بها الشواطئ المصرية. وكان في الحقيقة الزلزال اللي حصل في 12 أكتوبر التوقيت بالظبط في الساعة 3:10 طبعا شعرنا بيه كلنا، وكان ده أحد الأماكن المتوقع حدوث هذا الزلزال، ولكن حدث الزلزال بقوة أقل 25% مما كانت الدراسة، وبالتالي تم تحديث هذه الدراسة متوقع خلال 15/16 عام 2015/2016 يحدث في هذه المنطقة زلزال، وعلى الإرادة القيادة السياسية في مصر ودول حوض البحر المتوسط بالكامل أن تتخذ حذرها في هذا الصدد، لأن الدراسة تؤكد هذه الدراسة. ونتمنى أنه يتخذ الحذر بالفعل. بشكرك شكرا جزيلا دكتور أحمد بدوي رئيس الشبكة القومية للزلازل.